قالوا أن الشاعر نصير هاني يسعى إلى تأسيس منتدى أدبي في ميسان خاص بالشعراء الرواد. هذا شرف عظيم جدا، وهذا الشيء يعني أنا أتمنى هذا الشيء. طبعا هو غير وارد، لأن أنا ابتعدت عن الساحة الإدارية، لا رشحت يوم من الأيام في الهيئة الإدارية ولا كنت أنافس على رئاسته، مشاغلي، وكنت أتصور أنا عندي ما يكفيني من المشاكل يعني الاجتماعية، ولذلك مسألة الرواد أعتقد نعطيهم حقهم يعني في بعض المحافل، وإذا كان مثل هذا الشيء موجود أنا أعتقد أنا أتمنى أن أكون أأسس منتدى للشعراء الشباب الذين يكتبون القصيدة المشاكسة، القصيدة المتمردة، القصيدة التي تقفز على الروتين. أنا أعتقد هذا الشيء مهم جدا، ويشترط به أن تكون القصيدة التي تقرأ في هذا المحفل وهو أمنية قصيدة فيها شيء من الفانتازيا، فيها شيء من التمرد على الواقع السائد فيما يخص القصيدة، بناء القصيدة، ويعني يمنع فيها قراءة قصيدة كلاسيكية. جميل. يعني أنت الآن ما تؤسس ولا أكو بالنية منتدى يخص الرواد أو شعراء الرواد؟ لا، أنا بالنسبة لهذا الموضوع الرواد على رأسي، والآن يعني أكو منهم أكفأ من عدي في تأسيس هذا الموضوع، وأعتقد أن الشعراء الرواد أخذوا مكانه، وأعتقد إحنا بحاجة إلى إعطاء الفرصة للشعراء الشباب. للشباب أكو هيش مشروع؟ أتمنى والله إذا كانت هاي الأمنية. ده تسعى يعني لهذا الشيء؟ أتمنى وأكون أنا يعني خادم لهم، لأن هم كلهم يحترموني ويعزون، وهذا الشيء أفتخر به. حلو. وكثرة المنتديات الآن في ميسان، ما حاولت أنه من خلال هاي المنتديات أنه تفعل هذا الموضوع، أنه منتدى خاص بشعراء الشباب أو القصيدة المشاكسة مثل ما سميتها؟ ليش أيضا النوب تأسس منتدى جديد وتفتح منتدى جديد، وراح يعني هذا البعض قد يحسبه سلبي على المحافظة، أنه راح يعني تفرق الصفوف، تشتيت الواجهة الشعرية بالمحافظة؟ جميل ما قلته أستاذ. هو طبعا هذا الموضوع هذا أمنية، يعني هي مقترح، لكن أنا أعتقد هي مسألة يعني تعدد المنتديات والاتحادات، أنا أعتقدها بنظري اعتبار يعني عندي خبرة بهذا الموضوع، هي مسألة عافية يعني وصحة للنشاط الشعري. هنالك منافسة تحدث بين الأطراف، يعني أنت تعتقد يعني مباراة لكرة القدم يعني تنحصر في نادي واحد إذا ما كان أكو نادي آخر. أنا أعتقد إحنا بحاجة حتى للخروج من نطاق القطرية، يعني بمعنى أنه يجب أن نسمع لشعراء من الخليج، شعراء من شمال أفريقيا العرب. أعتقد فيما هذا الموضوع المنتديات صحة وعافية ولا تفرق أي شيء أبدا، بس نرفع مسألة الأنانية اللي تتغلغل في نفوس بعض المسؤولين عن هذه المنتديات، وتصبح المسألة كل جميلة. أنا أقرأ هنا وأقرأ هنالك وغيري يقرأ هناك. حلو. المنتديات اليوم أدي ما عليها في ميسان لو أكو بعض التلكؤ؟ الآن إحنا يعني في مرحلة ذهبية جدا، وهنالك كثير من الفعاليات تقام فيما يخص الفعاليات الوطنية والاجتماعية والذاتية. يعني المنتديات اليوم قائمة بالعمل على أكمل صورة؟ نعم، هنالك منتديات يشار لها بالبنان. حلو. ولكن تبقى جمعية الشعراء الشعبيين هي المؤسسة الأم. أكيد، بس خلينا بالمنتديات. نعم. على أكمل وجه اليوم المنتديات. طيب ليش تمن النفس أنه تقيم منتدى آخر؟ ليش ما تفعل إذا هذا على أكمل وجه؟ ليش يعني تحاول أنه يعني دخل يعني تدخل هذه الأفكار ضمن أحد المنتديات وتفعل هذا الموضوع اللي أنت حابه؟ ليش أنه تفتح منتدى؟ هذا الموضوع يعني هو يبقى حلم، يعني أنه يجب أن تكون مثلا المنتدى متخصص لقصيدة معينة. قد يجوز أنا ما أقدر. طرحت عليهم ورفضوا المنتديات هذا المشروع؟ راح تعزل ناس عن ناس. بيش حالة يعني أنت هسه الآن في أحد يعني الاتحادات تسمع لخليط من الناس، إذا كان هنالك تخصص، أنت شايف يعني مرات أكو صحف تتخصص بالقصيدة الحديثة فقط ولا تنشر غير الحديثة. أنا أمنيتي أنه مثلا هذا المنتدى اللي يفكر به أن يكون لقصيدة مهمة جدا عابرة للكلاسيكية وعابرة لل جميل.